وزارة الصحة تعلن نهاية موجة أوميكرون بالمغرب. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن نهاية موجة أوميكرون بالمغرب، وذلك بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر لعدوى كورونا، لتبتدئ بذلك مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة. جاء ذلك في التصريح الصحفي النصف شهري لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخاص بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 بالمغرب للفترة الممتدة من 16 من فبراير إلى فاتح مارس 2022، الذي قدمه الثلاثاء الدكتور معاذ المربط منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وقال المربط إن الأسبوع الأخير الممتد من 21 إلى 27 من فبراير 2022 تميز باستمرار الانخفاض السريع لعدد الحالات والتعفنات الجديد للأسبوع الخامس على التوالي. كذلك سجل استمرار انخفاض معدلات إيجابية التحاليل، حيث انتقل المعدل من 24.4% خلال أسبوع الذروة إلى 1.9% في الأسبوع الأخير. وأشار المتحدث إلى أن مؤشر توالد الحالات يظل مستمرا في أقل من واحد منذ 38 يوما ليساوي في الأسبوع الأخير 0.79، لافتا إلى أنه خلال الأسبوع الأخير انخفض عدد الحالات الخطيرة والحرجة ب40% لتسجل 133 حالة دخول إلى أقسام الإنعاش والعناية المركزة، في حين غادر 171 مريضا هذه الأقسام بعد تحسن حالتهم الصحية. فيما يخص الوفيات، أوضح المرابط أنه بلغ عددها في الأسبوع الأخير 84 حالة، أي بانخفاض بلغ 26% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، مشيرا إلى أن موجة أوميكرون كما كان متوقعا تميزت بكونها سريعة وقصيرة، حيث استمرت 11 أسبوعا وبلغت ذروتها في الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 من يناير الماضي. وأبرز المرابط أنه مقارنة بموجة دلتا فإن موجة أوميكرون كانت أقل ضراوة وأقل فتكا بالنصف، حيث بلغت خلال موجة دلتا نسبة الحالات الخطيرة والحرجة 4.3%، وفي موجة أوميكرون بلغت نسبة الحالات الحرجة والخطيرة من مجموع الحالات المسجلة 2%، أي أقل قليلا من النصف. فيما يخص مؤشر الفتك، قال المرابط إنه تم تسجيل مؤشر فتك يساوي 0.06% في موجة أوميكرون، بينما بلغ خلال موجة دلتا 1.3%، أي بانخفاض النصف، لافتا إلى أن ذلك يعود لعدة عوامل مرتبطة بالخطورة والفتك وخصائص الفيروس والتطور المعرفي بالفيروس والحملة الوطنية للتلقيح، ليس فقط في المغرب بل في العالم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.